فيروس اللي كاين دابا غير الناس خصهم يحديو مع راسهم ودائما دائما يغسلوا يديهم ويبقاو نقيين وما يمشيوش للpopulated places فين كاينين بزاف ديال الناس ويحاولوا to stay strong وباش حيت how do you say healthy healthy صحيين healthy وباش ما يأديهمش وحتى psychologically الا بقيتي كتفكر like oh my gosh oh my gosh oh my gosh غادي تجيك بحال انت مريض ولا انت مريضة ولكن like it's not true so غير يبقوا strong يحاولوا يغسلوا يديهم with alcohol يغسلوا يديهم مع الالكول ويبقوا بعد من الناس الى حسيتي راسك مريض بعد من الناس they're like masks اللي to protect yourself وغير yeah حدي مع راسكم وكنت منا كل شيء يبقى مزيان healthy ويا الله يشافي هداك اللي لقاوه مريض وان شاء الله غادي يخرج بخير و ما يتأثرش عليه هاد شنو وقع عليه ويا نصيحة ديال هاد الداء اللي كنشوفو ديال كورونا كما كنقولوا انا كنت كان هاد الميساج من هاد المنبر هذا كنقول اللي فيه هاد لا مالادي ولا يحاول ما ياذيش الناس ويحاول يعني يقي راسو وحيتاش الى مرضوا المغاربه ولا مرض غير واحد غادي يمرضوا الافات وحنا هاد البلاد بالعكس خصنا ندخلوا لها شي حاجه زوينه ما ندخلوش الوباء واش نقول لك الكلمة الأخيرة اللي نقول لك الله اللي مريض الله يشافيه واللي ما عندوش الله يعطيه واللي عنده الله يزيده وشي اللي كاين شكرا الله يحفظنا ويحفظ جميع المغاربة ويحفظ جميع أمة سيدنا محمد من هذا المرض هذا كورونا في حد ذاته مرض الله يستر اللي كنتمنوا ما يوصلش للمغرب أو حتى لو يوصل يلقاو العلاج ديالو ما يكونش بكثرة إنسان الموضوع ما يمكنش نديروا عليه شي أغنية أو حدث ناخذوا بحال لا 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 الحوايج الاخرين اللي غنيت عليهم بحال العيد الكبير بحال عاشوره بحال هذا لانه موضوع لا يحتمل الاستهزاء به واخا كنشوفوا الناس بزاف كيتفلاو بالنكات وكيتفلاو بزاف في دي كومونتير كيستهزؤوا بكورونا كورونا مرض خطير اللي ضرب دوله اللي هي من اعظم دول العالم ولقات معها مشكل فما بالنا حنا المغاربه اللي الشعب ملي كيفوق هو كيتعانق وكيتباوس مع بعضياته الله يحفظنا ويحفظ جميع المغاربه وشوفي كنتمنى من الله بعدا يلطف بينا بعدا اول حاجه وثاني حاجه انا بغيت نقدم نصيحه ولكن كيفاش ننصح الناس مشاو يشوفوا هذا السيد اللي مصاب بكورونا القضيه الاولى ما فهمتهاش انا بعدا الناس راه مجمعين حدا مستشفى مولاي يوسف باش يشوفوا هذا الانسان كيفاش زعما ما فهمتش الانسان خصو يخاف بعدا هذه القضيه هذا الوباء هذا ماشي سهل الانسان يدير الاحتياطات ديالو يتجنب الاماكن لا الحمد لله الا اصابه بعدا ما خصناش بعدا نكبروا الحجم بزاف ولكن الانسان ما فيها باس ياخذ الوقايه ديالو كما كتشوفي اشهارات تبارك الله في التلفزيون كيفاش انك خاص تغسل يديك بصابون وتجنب الاماكن العامه المزدحمه اللي فيها الناس بزاف وكنتمنى الله يلطف بينا وما غايصبونا الا كتبه الله لنا هذا الشيء اللي كاين لا يكتبه الله هو اللي غادي يكون